السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم بمقطع جديد. فهذا المقطع راح نقرا مواقفكم المرعبة. بعد ما شفت الإصرار والعزيمة اللي عندكم قررت ان انزل لكم بس على الانستغرام اقول لكم اكتبوا لي في مواقفكم المرعبة. طبعا كثير مرة قاعدين يقولوا لي سوا زي ذي الفكرة في المقطع، فخلونا دحين نقرا المواقف المرعبة ونشوف ايش اللي موجود. اوكي لا تو ماتش تو ماتش. سواء المقطع عجبك او ما عجبك اعطني لايك، واللي مو مشترك اشترك ومشاهدة ممتعة. طيب يقول لك مرة كنت منسدح على اساس خلاص بنام، واول ما غفيت حسيت بشي قفز على سريري بحجم قطوة، وقسم بالله من قوة الخرشة جلست دقيقتين ماني قادر احرك جسمي، بعدين رحت اركض لامي. او ماي جاد ماذا اللي قفز فيه؟ يقول لك قفز عليه شي بحجم قطوة. حبيبي لو انك مصلي الفجر ورحت ترقك ما جرى لك ذا الشيء. اوكي هذه يقول لك السنة اللي راحت كنت راجع من المدرسة وطلعت برا في الحوش ابي اكلم السواق الا اشوف ولد خالتي. رجعت البيت قلت لامي خلي ولد خالتي يبعد شوي، قالت لي ولد خالتك مسافر. ومن بعدها ما صرت اطلع الحوش مرة. او ماي جاد جن يا جا يما مغربط لا او ماي جاد اجاع عفريت يا جماعة عفريت اجاع محوش. طيب قبل سنتين كنت رايحة بيت جدتي القديم وكان البيت مرة يخوف مشقق وحالته حالة، وكان معروف انه في جني يقلد الاصوات. مرة رحت مع ابوي قال لك مغامرة، وبعدها سمعنا صوت جدتي الله يرحمها. يما بسم الله اقسم بالله يا جماعة خايف تروح الغرفة عندي ظلام، ليه غركم الإضاءة ذي؟ أنا من الخوف سويتها على نفسي، وبعدها ينفتح باب المطبخ وأنا وأبوي هربنا من قوة الركضة طحت على وجهي، وكان آخر مرة وأول مرة أروح بيت مسكون. أو ماي جاد أحس يا جماعة تخيلت كانت جدتي تقول Do you wanna play hide and sing؟ يا جماعة هذه القصص ترون تخوفني بالمرة اللي عندي الأشياء. لعن البسم الله. طيب هذا يقول لك مرة كان معزومين على عرس، والعرس ذا شعبي كان حق جيراننا، ما كان فيه إلا دفوف. ما يعني دفوف مدري. المهم إنه دخلنا وتقهوينا وبعدين بدأوا يحمون الطبول، وفي واحدة كان جالسة جنبي وبس سمعت الصوت قامت تنبع وتسوي حركات غريبة، طلع إنه فيها زار. هذا زار يا جماعة اللي يسكنوا انهم البسم الله يجون يمسكوا يدخلون فيهم، ولما يسمعون طبول يقولون يعطونا حركة الدودة اللي فورت نايت. استغفر الله من ذنبي. وامها زيادة فيها، وتخيل كانت ترقص في الارض وكان مرفوعة من على الارض، ودقينا على بابا حتى قبل ما نتعشى وروحنا. ومن يومين ثاني جت واحدة من بنات جيراننا وقالت لنا انه حتى العروسة كان فيها زار واغمى عليها في زفتها، ودخلوا شلوها اخوانها. اذكر ذا الموقف صار وانا في صف خامس ابتدائي. او ماي جاد يا جماعة بس حق انه رفع رجله عن الارض ما واندهي مو كذا والله ما ادري صراحة. بسم الله بسم الله بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا اوف الله في حد هنا ولا شيء بسم الله يما. طيب يقول لك زمان في تبوك رحنا بيت جديد كان حلو بس ما حد يستأجره، بعد اسبوع صرنا نسمع صوت بسم الله بسم الله بسم الله ماني خايف مستحيل اخاف انا. بعد اسبوع صرنا نسمع اصوات من الدور الثالث وصراخ وابواب تفتح وتقفل. اذكر مره كنت ادور اخواني عشان نلعب سمعت اصواتهم في السطح، طلعت ولا شفت احد، على طول غيرنا البيت ورحنا الجنوب. وبس احبك حدا احبك والله يا جماعه. انا ترون توقعت يعني المواقف المرعبه، يعني مو مواقف مرعبه عن البسم اللي يعني توقعت المواقف المرعبه اللي راح تقولوا لنا موقف مرعب مو مرعب كذا. مرة سمعت صوت طق حقيقي بس ما حد كان عندي، معقول الجن يتقعون؟ يما لا تقولوا لي اسمهم لا تقولوا لي اسمهم والله تجيكم ترون قولوا بسم الله قولوا بسم الله عشان بالمرة ما عاد يجي، يعني ما تدري مين فيه يعني تقول الطبيعة عطنك ريحة. يا اخي احسه كاذب ذا حرام بالله احسه كاذب. طيب يلا هذا هاي انا اسمي ريماس جاي اقول موقفي يا عمري. احسها كانها في مقابله ذي. من يوم ما انا صغيره كانت تجيني احلام او خلني اقول كوابيس. اتذكر مره جاء وقت النوم وكان كل البيت نايم، بعد كم ساعه تقريبا انا قمت مرعوبه من حلم تحلمته. بعدها قمت من فراشي رحت اشرب لي مويه، وانا قاعده اشرب اشوف وجه شخص ورا الكوب. اول ما نزلت الكوب ابغى اشوف من هذا الا اشوف وجه بدون جسم يضحك في وجهي. بسم الله في وجهي. الحين يمكن ما تصدقون بس والله هذا اللي صار. بعدها حطيت الكوب بسرعة ورحت أركض لفراشي. بعدها وأنا جالس على الفراش أشوف شخص في زاوية الغرفة كان مرة طويل وجهه أبيض نفس سلندرمان بالضبط.
حط ضحكة زيدة قللت الحياة. ربي هذا كله صار قدام عيوني، وكنت أسمع صوته كان يناديني، وصوته كان مرعب بشكل يخوف. ورحت أبكي عند ماما، ولما أمسك يد ماما يكون ملمسها حاد كأني قاعدة أمسك سكين. بعدها هدتني أمي وقرت علي ونمت، وكانت بعد تجيني حالات مرعبة. كان هذا كله وأنا عمري 8 أو 9 تقريبا، وإلى الآن ما نسيت ولا لحظة من الحلم. وكلما أقول السالفة لأي شخص يضحكون وأحسهم ما يصدقون، بس والله ما كذبت بأي شي قلته، وبس والله أحبك نوف، حتى أنا أحبك. أو ماي جاد يما يا جماعة، والله العظيم يعني اللي يعيشون يا جماعة شيء زي كذا صراحة والله أتمنى تتخطون. يعني أحس أنا لو صار لي شيء زي كذا يعني ما أقدر، والله ما أقدر أعيش. أقدر أعيش. فتحت الأنستا لقيت صورتك أسرى سم. حرام إنك أنت مرعب يا كاذب يا شوف على قليل الحياة، حرام إنك قليل الحياة ما أنت قليل. هذا هو نفسه قليل الحياة. أذكر مرة وإحنا صغار رحنا لبيت خالتي، زوجها مأذن عايشين بالسكن حق المسجد. المهم طلعنا للسطح بالليل وكنا نلعب طيري، والوضع جري وصراخ وإزعاج. ربي الثلاجة اشتغلني يا جماعة. صح هي تشتغل وتطفى. صح نسيت. إلا فجأة خالي يقوم من النوم وهو مفجوع، يقول شفته بالحلم بسم الله، يقولوا لي عيالك أزعجونا ما قدرنا ننام الليل، ترى ورانا صلاة الفجر. شكلهم بسم الله مسلمين، بس وربي رعب. صارت مواقف كثيرة لخالي بالمسجد، مرات يروح يصلي قيام الليل لحاله ويسمع صوت تأمين من وراء بعد ما يقرأ الفاتحة. بسم الله. أنت المفروض ما حط موقفك لنقل الحياة، بس إنه يخوف مرة جماعة. وربي هذا الشيء تخوف مرة، يعني المفروض حتى ما أسوي مقطع زي كذا، أحسه يعني أنا عندي صغار فأخاف يعني أسكن الرعب في قلوبهم. أديتها الضايق، أجني ضيقة أجني ضيقة. مرة كنت نايمة وجت حرمة لابسة جلال. مين جلال ذا؟ قلاه طويل أسود ما دي تقول. كنت أحسبها ماما وتصحيني تقول قومي صلي الفجر لا تفوتك الصلاة، وصليت ونمت. لما صحبت تذكرت شكلها كيف كان غريب، رحت سألت ماما ليه كانت لابسة جلال طويل، قالت ما صحيتك أصلا كنت نايمة. أوه ماي جاد يابا بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله. أعطني كلام إيجابي بسرعة. كلام إيجابي يا بسرعة، خايف أقول لك ما في شيء يعني خوفك في الدنيا، يعني ما راح يذبحوك ولا راح يسوي لك أي شيء، فما يحتاج تخاف يعني ولا تكبر من المواضيع، وترى شيء طبيعي، فروق واهدى وعادي قول بسم الله وما راح يصير لك شيء. أقولك تذكرت إني ما قلت بسم الله وأنا أشرب، ليه يكون في حد يشرب معايا؟ بسم الله. ببيتنا القديم دائم آخر الليل إذا قعدت في الصالة أسمع صحون تتحرك. دقيقة أنا لما أشد ضحك أنا لا تضحك، لا الموضع جدي لازم تخافون أنتم. وبعد أحيانا وأنا قاعدة أحد يمسك فخذي ودايم، وأنا جالسة الباب ينفتح ويتقفل، وذا كله أقيد أتخيل. والحين لما نقلنا أسمع أمي تحكين عن اللي صار، وفجأة كل البيت يقول المواقف حقته، واكتشفنا كلنا ساكتين على الموضوع. يعني كل واحد قاعد يصور له موقف مع بيت مسكون، بس كلهم ساكتين على بعض ما يبغون يقولون. او ماي جاد، بس عم جن اللي مسك فخذك حالا لثاني يا ضحك. مسكين اللي مسك فخذه كان يبغى بس يعرف انه عمله عشان اللي تستعمل انه من فين شريت انه. جماعه طيب اللي يسمعون اصوات في بيوتهم وكذا لما ما تشغلون قران، يعني احنا مثلا احنا من بيتي كامل يتحرك تمام، بس معانا دور ما يتحرك على طول في قران، يعني ما نقفله فاهمين، يعني نحط القران على طول. والله العظيم ترون مو فن تخلون بيت كذا مهجور. يعني انا اسمي سهر وعمري 16 يا عمري طيب، ومستحيل انسى هذا الموقف. مره كنا في اخر الليل، انا كنت مره عطشانه مويه، انا اكيد ما عطشان عصير، رحت المطبخ عشان اشرب مويه، شفت امي في المطبخ وانا عبالي هي شربت مويه، وبعدين بروح اكمل نومي سمعت امي تناديني، رحت عشان بشوف وش تبي فيني، شفتها طالعه من الحمام، ومن الخوف قاعد اقول لها انت اللي في المطبخ، قالت لي بطل استهبل انا دوبني طالعه من الغرفه عشان بروح الحمام. واليوم كم هذا مستحيل انسى هذا الموقف يابا. صار لي موقف مرعب بس كله كذب، يعني انا الفه في راسي وراح احكي للناس. لا لا يعني اقصد يعني مو انتم قد كذبت عليكم. والله اللي اقولها لكم كلها صدق. مره دخلت قناتك وما حطيت اشتراك، كان ارعب شيء حرفيا هذا. او ماي جاد انا خايف. كنا دوبنا نقلنا بيت جديد ونمت لوحدي في الغرفه،
ما عندي أحد، وكان شتاء، وكان شتاء هدوء. المهم وأنا لسه دوبي بنسدح أسمع صوت خطوات بالغرفة. أول مرة سويت نفسي ما سمعت وانسدحت، وسمعت الصوت مرة ثانية وأفتح فلاش جوالي ما لقيت شيء، وصار مرة ثانية. وذحين لنا في البيت 3 سنوات صار طبيعي أسمع صوت خطوات في غرفتي. يا جماعة أنتم إيش وضعكم؟ كلهم كل أغلب المواقف في بيت جديدة، أحسكم أنتم زي أفلام الرعب. هذي يقولون لكم هذا البيت ماتوا فيه 143 شخص، واثنين سحروا فيه، وكانت عايشة فيه ساحرة، وأصلاً مبني البيت فوق مقبرة. أحسك هذا أجا أبوك وأمك قالوا أوه هذا البيت مناسب للسكن الجديد، وتروحون تسكنون فيه وتستغربون من المواقف اللي قاعدة تصير لكم. مين؟ مين؟ ها شغالة، أقصدي المساعدة. والله أقولها لا شغالة، ما نقولها لا مساعدة، قلتها تواضع. دقيقة، الموقف الوحيد اللي يخوف صار لي تدرون إيش؟ يعني مرعب مرعب مرة، لما يدخل شامبو في عيني وأضطر أغمض وأتخيل إنه في حد مرسبين قدامي. هذا الشيء الوحيد اللي كان يخوفني. في مرة دعست على ثعبان وكان مرة كبير، بس جدي جاء ووخر الحمد لله. الموقف له 5 سنوات بس كل ما أتذكره عايز تجيني قشعريرة. ما راح أبيك تدعسين على عمتي. لا امزح حرام بالله، كل عماتي مره لطيفين، اقسم بالله كلهم مره لطيفين، ما اقصد اي حاجه، بس يعني انا قلت كذا يعني ذبه. والله ان عماتي كلهم يجننون، والله من جد والله مره يجننون، ما قصدي حد. كنت بالديره وقتها كان عمري 7 سنوات. المهم جدتي قالت لي روح لبيت خالك واعطيه هذا الكيس، اتوقع فيه نعنع. ما علينا، بيت خالي كان قريب شوي من البيت، وقتها كانت الساعه 2 والكل صاحي ما ادري ليه، فرحت امشي له وعطيته كل شيء تمام. بس لما رجعت تغير كل شيء، حسيت في احد يمشي وراي باربع رجول، وانا من الخوف رجلي ما شلتني، وقلت ليش ما التفت، ولما التفت لقيت حمار كبير بين وجهه وجهي يمكن 10 سنتي. ومن الخوف ما صحيت ولا شيء، حطيت رجلي وهربت وهو يركض وراي، وكل شوي اشوفه يقرب مني واصيح. لما وصلت البوابة جدتي لقيته مختفي، هنا جتني ام مركب وبكيت مكاني. كنت دائما افتكر اني كنت اشوف ظل اسود يلاحق ظل ابيض، واخاف اكثر واتجمد مكاني. او ماي جاد. بعدين يا جماعه تدرون ان البسم الله يعني تسكن الحمره كثير، يعني تسكن في الحمر كثير. يا جماعة يخوف ويضحك بنفس الوقت، بس كيف عمرك 7 سنوات وما خلنك تطلع اصلا برا لحالك الساعة 2 بليل؟ او ماي جاد، شكل امك تكرهك. اذكر اختي لما كانت صغيرة كانت قبل ما ننام تبكي وتقول في احد بيموت، وامي قاعدة تهديها لين ما نامت. بعدين لما صحينا في الصباح سمعنا خبر موت احد من العائلة. اوه تحزن، وربي تحزن يا جماعة. ابنها بس عندها التنبؤ في المستقبل، الله يرحمه يا رب ويغفر له اللي مات. اوكي، هالموقف صار لجدتي ببيتهم القديم مولي. هي جدتي ذي تخوفني. طيب، كان بيتهم مسكون، وفي مرة خالي جاب لحم وجدتي كانت تغسله بموية مغلية. المهم بعد ما خلصت راحت تكب الموية عند الزرع بدون ما تسمي. ايوه هذا عرفها، والله هذه دائما امي تقول لي دائما بتصب اي شحر قول بسم الله. وراحت الحمام تغسل يدها، وهي تغسل رفعت راسها على المراية وشافت واحدة تخوف محترقة، سمت وراحت تكلم خالي، وراحوا الشيخ قال انها حرقت واحد من عيالها وجت تنتقم منها. في قصص كثير لهالبيت. او ماي جود، واو. عشان كذا يا جماعة تكفون اي شيء بتصبون اي شحار قولوا بسم الله. انا خلاص هذا الشيء حاطه ترون في بالي، امي قالت لي اي شحار بتصبه في المغسلة في زبالة في اي مكان قولوا بسم الله، دائما اقول بسم الله تروني انا لو بصب اي شحار، هذا الشيء ما انسى. وحتى لو مثلا طلعتهم برا او اي شيء بتقضي حاجتك بتسوي اي شيء قول بسم الله عطاب، بسم الله عطاب بط. بس خلونا نوقف هنا، فاحس يعني ما ابغى عاد اسوي مقطع زي كذا واحد ثاني لانه مره ترون خفته والله. بس اذا كنت يعني شفتوا مره عجبكم راح اسوي لكم بوست ثاني في الانستغرام احطه لكم، واقول لكم اكتبوا لي في مواقف مرعبه يعني عشان اسوي لكم جزء ثاني. اذا عجبك المقطع لا تنسى تعطيني لايك، واللي مو مشترك اشترك، ومع السلامه.